أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه أخت سائلة تقول نذرت أن تصلي 1000 ركعة إن حصل لها شيء يفرحها، وحصل هذا الشيء، فهل لها أن تقضي بعض الركعات في وقت النهي بين العصر والمغرب، وما رأيكم في النذور؟ يلزمها الوفاء بهذا النذر. كان لا ينبغي لها أن تنذر هذا النذر لأنه شاق، ولكن لما نذرت وهو نذر طاعة وجب عليها الوفاء به، ولا تفعله في وقت النهي، يعني وقت النهي منهي عن الصلاة فيها، فلا تدخل في النذر، فتعمله في الأوقات غير المنهي عنها. نعم.